ما حد فيهم كذا فكر وقال كيف تصنع اللعبة؟ تعال نشوف كيف. نبدأ بأول شيء بقصة اللعبة. ممكن قصة اللعبة تكون معقدة وصعبة وطويلة مثل لعبة مثل جير، وممكن تكون الفكرة بسيطة جدا مثل لعبة أنجري بيرد. خنازير ساكنين البيض والطيور يبغون يرجعون بيضهم. مرحلة رسم الشخصية، هنا يتم رسم الشخصية بناء على مجريات القصة أو القصة نفسها. يعني إذا كانت القصة في عصر قديم راح تشوف الشخصية ماخذ شكل العصور القديم. المرحلة الثالثة، مرحلة رسم وتصميم الكاستمز للشخصيات. طبعا الكاستمز يعتمد على مناخ اللعبة نفسه. بعض الألعاب يكون فيها بيئة ثلجية وبيئة بركانية، ملابس البيئة البركانية وملابس البيئة الثلجية. أحيانا اللعبة تصدر بعد كذا يطلع كاستمز للشخصيات. مرحلة تحويل الرسومات من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. طبعا هذه المرحلة مخصصة للألعاب اللي تكون 3D. يأخذ المصمم الرسومات من الرسام الذي رسم الشخصيات ويحولها 3D عن طريق برامج معينة. مرحلة تحريك الشخصيات، وفي هذه المرحلة يقومون بإضافة الحركات الخاصة بكل شخصية زي المشي والركض والقفز والضرب. زمان كانت المرحلة تختلف عن الحين. الحين صار يلبسون في شيء اسمه الموشن كابشر، يلبسون الشخص ملابس معينة من خلالها تتسجل حركاته في الكمبيوتر وتم نقلها للشخصية المرسومة بالكمبيوتر. بعد كذا يعدلون عليها أشياء بسيطة كذا وخلاص تضبط. مرحلة تصميم بيئة اللعبة أو اللي تدور فيها أحداث اللعبة نفسها، أحداث اللعبة في الفضاء، فإذا راح يصممون بيئة فضائية مثلا مجرة كواكب ومركبات فضائية زي كذا. غير انك تلعب في كوكب الارض راح تشوف شوارع سيارات محلات مباني زي. مرحلة برمجة اللعبة، هنا يكون مجموعة من المبرمجين بإضافة الأوامر الخاصة باللعبة نفسها، مثلا مثلث غير السلاح، مربع سوي ريلود. طبعا هذه المرحلة تاخذ وقت طويل. مرحلة تصميم السينماتكس او المشاهد القصيرة اللي تكون في اللعبة نفسها قبل لا تبدأ اللعب، تجيك قصة كذا ومشهد معين وبعدين بعدها تبدأ اللعب. هذا القصة والمشهد المعين اسمه كات سينز او سينماتيك، وغالبا ما تلاحظون انها تكون بجودة اعلى من جودة اللعبة نفسها لان هم يرندرونها قبل لا يحطونها في اللعبة. مرحلة تصميم الاصوات او انشاء الاصوات او تركيب الاصوات، سميها اللي تسميها، هي اخر مرحلة في تصميم اللعبة نفسها. هنا يقومون بانشاء الاصوات او تصميم الاصوات للشخصيات او للبيئة او للاشياء الموجودة داخل اللعبة مثل الاسلحة. أحيانا في بعض الألعاب يقومون بتصميم اللحن أو أغنية اللعبة نفسها كمان. مرحلة تجربة اللعبة، هذه المرحلة يعطون اللعبة الواحد كذا مختم أم الألعاب، يفصفص أمه، يطلع الأخطاء الجلتشات كل شيء عنه، يقول لهم إذا في خطأ عشان يعدلوه قبل لا يصدرون اللعبة نهائيا. كذا أكون وصلنا لنهاية موضوعنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. لا تنسى الضغط على زر اللايك إذا عجبتك الحلقة، وساعدنا بنشر الحلقة في واتساب وفيسبوك وتويتر والحاجات الطيبة هذه، ونشوفكم على خير.